مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من درب مولاي شريف. ربما كتذكروا الضحايا اللي توفوا من بعد انهيار هذه المنازل فوق الرؤوس ديالهم، للأسف رحمهم الله. هذو كاملين منازل في درب مولاي شريف، أزيد ربما من 100 منزل مغلق في هذا الحي. هناك منازل أو أحد المنازل بالمدينة القديمة المقابلة لمارينا الدار البيضاء، فكان واحد النهار أحد المنازل ديت تقريبا 3 أيام، الحمد لله ما خلفش خسائر في الأرواح، لأن الناس المواطنين ما كانوش بالقرب من المنزل، وكذلك حتى الساكنة ديال ذاك المنزل ما كانوش في المنزل. فبسبب تماطل المسؤولين يعني في هدم المنازل الآيلة للسقوط، وكذلك إعطاء المتضررين منازل فين يستافدوا فين يعيشوا، فهناك ناس ما عندهمش إمكانيات المادية أنهم يمشيو يكتريو شقة، فكيفضلوا أنهم يبقاو في منازل آيلة للسقوط حتى كتوقع الكارثة. ونتمنوا أن ربي يحفظ الجميع، فقط المسؤولين اللي خاصهم يداركوا الامر. هذه فقط امطار قليله وكشفات العيب ديال البنيه التحتيه، فما بالك المنازل القديمه جدا والايله السقوط. هذو كاملين منازل، هذا المنزل تقريبا توفوا فيه جوج الناس، ربما مازال كتذكروا الفاجعه اللي وقعت السنه الماضيه. السكان ديال المدينة القديمة كذلك كيتكلموا دائما في وقفات احتجاجية أمام عمالة الدار البيضاء، واللي كيطالبوا بالإنصاف وبإعطائهم شقق أو إعطائهم الحقوق ديالهم فين يعيشوا، لأنهم كيعيشوا تحت منازل أي للسقوط في أي لحظة. فإحنا جينا فقط هنا باش نذكروا المسؤولين بأن بسبب الأمطار وبسبب المنازل اللي شبه منهارة من الداخل فيها شقوق خطيرة وبالتماطل، فالناس ملقاوش المنازل فين يسكنوا، فقرروا انهم يبقاو متشبتين بالمنازل ديالهم ولو انها خطيره عليهم. وقعت الكارثه ماشي فقط في درب مولاي شريف بوحدو، فتا في المدينه القديمه درب جران كذلك السنه الماضيه وفات 3 أشخاص. ومنازل مغلقه هنا في درب مولاي شريف، يعني في أي لحظة تقدر توقع الكارثة. أنا كنتفاهموا تخوف ديال السلطة المحلية لأنها ما قدرتش أنها تزول هاد الحجارة، لأن غير حركة بسيطة تقدر تهدم جميع البيوت. هذا الردم اللي كتشاهدوا أمامكم، فإذا كانت السلطة المحلية قدرات انها تزولها كانت تزولها، ولكن ما قدروش لان جل المنازل هي منهارة شبه منهارة، يعني فقط غير شوية غادي تطيح. هادشي علاش الناس ما قدروش انهم يخدموا تراكس باش يزولوا الحجارة، لان كل دار متكية على دار. انا نقربكم فقط يعني غير من الصورة باش تعرفوا علاش كنتكلم، لان المنازل تم اغلاق ديالها واخلاءها من الساكنة. غادي ندخل نشوف شنو كاين. هادو كاملين منازل أيلة السقوط، شوف هادو تم الإغلاق ديالهم من السكان، سدوا لي من البيبان، يعني كلشي مسدود. هادو كاملين أيلة السقوط، في أي لحظة ينهارو. شاهدوا شحال من منزل مغلق.
السلام عليكم. قلت بأن هذا نموذج من بعض المنازل اللي تم إغلاقها من طرف السلطة المحلية لأن المكان خطير جدا. وغادي نوصل لنهايه المباشر، نعطيكم فقط يعني غير واحد الصوره تعرفوا شنو وقع في دار مولاي الشريف، بان ربما ازيد من 100 منزل مغلق تخوفا من انهيار ديالو على السكان، ولكن راه كاينين مازال الناس ساكنين وما عندهمش فين يسكنوا، ساكنين في منازل اهل السقوط لان ما عندهمش امكانيات ماديه فين يمشيو يكريو او يكساريو شقق اخرى. فنتمنوا خير، تبارك الله لكم ونهاركم مبروك.